شعاره المحبة غيته وغلا وتاده في حياتك نسمة بحلى عبارة في حياتك نسمة بحلى عبارة. كم تعلم؟ 300 نقطة؟ ايه 300 خلاص التوتال. التوتال 300 مع سؤالي. ليه؟ كم خلاص؟ ليه 100 اخذت 100؟ ها؟ كيف 100؟ لأنه محول عليه السؤال 400 تمام؟ أنا أخذت خيارات راحت 200. أوكي؟ باقي 200 لا 100 ولا 100؟ صاحب السؤال 100 ولا 100؟ أيوه أيوه ارجع فاين. فاين يرجع. فاين يرجع. أبشر يا رجع. هنا كالعادة كالعادة قرصان وجريش. نعم. الله يا زين المهنة الله الله عليها لابدت. أنا أريد هاي أريد صدور الدياي والله كان رقم واحد بختار والله ما أكتب النصيب يصير معي محمود كنا ما جلس لا 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 أنا أتكلم إنه كان يبغى يختار رقم واحد خاطر يختار رقم واحد بس الحمد لله جاء شيء أحسن من واحد يا عمري أنت كيف نص نص عشان يلا 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 من كثر ما حرشتني يعني شوف الترتيب داخل شيء الله كيف لو تصير منظم انت بسم الله صفنا زين ها ما يصير له تقويم يا ليت من تقويم ولا ايه كنت طلع معك في يوم واحد طلع معك في يوم واحد بطلع بكره انا بعد ها سيارتي برا والله انا عندي موعد يا ابو موعد المفروض من ثاني اسبوع ترى تدري انا تلبه سم اقصد بكره ولا بعده بشوف اتاكد من موعد متى ما شاء الله لا ناخذ هذا شكل هذا الرياض حق منو الرياض من الرياض اسمه مجهولين مو مجهول بلاك بلاك الله يحفظك والله بلاك خذ خالد ابو خالد كم المية معك تستاهل تستاهل الله يسعدك مجان السؤال بغيت اقول السر بس لا بغيت اقول السر بس خفت ان يعني قلت انا عارف بس اني ما كيف اوصفها ما عرفت اوصفها بغيت اقول السر قلت اخاف انه زين يضحكون ايه قلت خلني اخذ اختيارات اضمن لي يا شيخ هو تدري وش المشكله انت تقول سهل عطنا دقيقه يلا شوف انا بغيت اخذ خيارات تقول الخيار والله اني خليك يا الطاعون انا صرت ما اجازف ما اخاف افتح الخيارات يطلع شيء شاطح سبعه امسك يا اخوي ذليتنا وين المغرب حقنا نلعق مع صالح نلعق انا يوم شفتها قلت لك يا بعد راسي بس 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 مع صالح لا غير هذه والله خلاص خلاص خلها معك هات خلاص هذه هذه هات سبايس ايوه هذا حار يا لا والله سبايس وين لا من مش نبغى شو اللي قبل المخرج الكبير يلا وجه ابوك استاذ ايش حد باقي ناقص خالد محمي طلع بسيت يا بشر استاذ طلعت بشيء كالعاده بالعلم الغالي طلعت ما هذا مهدي هم شوايه اقترح تعال يا وليد شوايه والله شابته وفي فحم هذا حار هذا سبايسي الظاهر ترى خمس تبغى المعقد ياخذها عشان مرتين بس معليش بس اني ابغى اخذ من الرز ده عرفت؟ خلص خلص بسرعه حركه ترى ما راح تبيض من قلبه شوف سوي الحركه هذه بحيث انك تبرد شوي عليها ها؟ انا وليد وعبد الله الشهراني يعني بضعكم تغدوا احنا زي لكم قول ايه الله بكره قلبها صيام ترى الاثنين ايه مبادره صيام بكره الاثنين والله صوم انا اختار اني اقول يا رب صالح يجي لي يا رب
شويه يا عبدنا يا اسطى يا حمد والله ايش قلت لك ابغى حتى عبد الله قال يا رب كم كنت تختار 16 ما يجي قلت يلا يا ابو حمد اختار حيا اشو النوع قلت يا الله سته شلون 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 سجود سهو مو سهو شهر لا من شده اني ما ودي تدري اني شباب اعطوني بالله الساعه 2 من الليل طالع بدوره المياه واسمع دعاء وبكاء دعاء اروح كل ما قربت المسجد لو الصوت يزيد فتحت الباب لو شو اسمه فواز يدعيني اجي قوت استجاب لك شلون يدعي شلون؟ كيف كنت ادعي انا؟ كيف سادس؟ فواز مع مين الحين يا فواز؟ ما شفت مكان الامام صالح يدعي الحمد لله والله اقول لك كل اسبوع يزيد وجهي يصير ازرق زياده والله اقول لك ما شفت مكان الامام كان يدعي تقول في خاطري عبد الله الجمعه كان يقول يا رب محمد والله كنت بكمل الجمله في البال وانا امن تحقق الدعاء يا شباب تقدرون تستنسوا انت معك محمد اقول اوصيك بس توصي على مين ها؟ اي واحد يديده على قلبه احتاج ما يتوصى يبي انت المحسن مالك بسحب عليك الاستاذ الكريم ذا معاه حاجه جوهر اسمه يعني عادي بسحب عليه مالك انت المحسن ابدا ما بيزعل مني وحتى لو تكلم يعرف اللي بخاطر فواز لك مني انا بنفسي ما ادخل برايم الجاي على وين زعل دوزري والله لا حظك بدوزك لا حظك الدخلاء ذولا شفت كيف الحوار حفزه ادري لا والله اني عارف اللي بالخاطر يا حظك بيه مالك حللت وش اللي حللت ايش تبغى يا طيب انا رام مدري شوف انت زبده استخدام حشمه رجع لي الاسبوع الجاي لا لا استغفر الله اخي المناقرات دي انت ما تخليها عرفت كيف؟ الحوار اللي دار بيني وبينك الان امام الاستاذ صالح حفزه انه يقول لك وعد مني ما ادخل يا اخي اخوي ايش يبغى ذا؟ عرفت كيف؟ حفز رغم انه ايش؟ رغم انه يعني يا رجال من الصبح من الصبح ويوعدنا العيال والله اني بتغير يا عيال سحب على ثنتين الحين ترى جاي من اخره اقصى يا عيال تكفون يا عيال صحون اهم شيء النية يا ابو محمد ايوه والله النية اهم شيء النية يا ابو عاد صالح رحب اليوم مرت من جنبك من صلاة الظهر انت وعبد العزيز وصالح صحيتكم صحي عبد العزيز وكنت اوضي جاء كنت صحيت صالح ارجع عند الجوهر اول يعني عندك جوهر ما تصلي فاهم الجوهر غلط استغفر الله لا الجنة استغفر الله خلاص علق هنا علق هنا خلاص علق هنا متحمس ايش استغفر الله من هو منو عبد الله جرب كان في المسجد يدعي يا رب محمد زرمي يا رب محمد زرمي رجال يقول ما يعرف الا هذا اي والله خلينا بس يمر يوم الله يمر يوم ويعرف الدين خلاص يا كابتن لا تواصل خلاص تبلد يمر من يناظر فيه تحدى ايش سويت ما بدك تمشي والله اتكلم جد جد وابدا جد شلون طقطق هو يطقطق وانا اطقطق تحدى قلنا شيء جدي انا سويته ولا هو سوى والله اني ما قد شفت منه شيء ولا قد يعني في البدايه بس كنت اقوم على الصلاه بعدها شفت اصلا ملتزم بالنفس هو نفس الحكايه شافني ملتزم بالنفس ما قدرت اكمل انا وين ما قدرت اسكت اتكلم عنه اوكي بس يوم والله بدا يطول شوي خليني ارفع ليش ارفع لي جو من نفسه شفت ما تكلم بس خليني ارفع نفسي انا غلق تغلي يمكن يسكت بحاجات بسيطه بس الرجال درجات الدنيا وانا اخوك درجات الاخره ما هي بالدنيا الصلاه ايش صلاه
شو في الصلاه؟ ترى جاي اخذ. ايوه طيب ايش دخل؟ الصلاه ما قد فوت الحمد لله ولا ركعه. بعدين لا ينسون، اسمع اسمع. بعدين اسمع. بعدين شوف هم بيراعوا مع انك مريت باصابه وتمالكت نفسي شفت؟ ها وتجي اول الناس المفروض ينتظرونك. اي والله المفروض يمددوا لي الوقت خمس دقائق. عشر دقائق يروح الصلاة ونقول عادي الرجال مصاب رغم الإعاقة إلا إني أحمد سعود سمع واحد يركض جاي يبغى يلحق لك سمع الله إيه على طول العان عرفت تحس إنك تضحك الشرير يا رفاق أنت تبغى طالع الله أكبر مسجد استغفر الله العظيم خلونا ناكل يا رب بس والله بعلم صح والله انك شبك الساعه يا ابو قلبي اديك شارب على قولك بسم الله هذه شارب اللي شايب نفسي ها؟ جيس لبت سماجة مع خصم والله هذه بروغة ما قمعيش باقي بيجيش يا حبيبي انت عندك جوهرة هو شدنبه يطلع باك صارت شنو ذاك الثاني والله يا ابو خالد خاف الله خاف الله شارب عصير اي والله مره ولا حط نفسك مكاني بسم الله حط نفسك مكاني احسبني غبي بقول شارب بيبسي والله اني ايش الله عليك والله ما يدري انك تحب ايش احسبني غبي ايش ما سمعتك ايش بقول شارب لا لا ما ادري احمد هذه أول جلسة كم رحنا كم طلعت فيها بستين حلو هو يبغى يكرم ترى هذا صار عقب أعطاني ما تعرفه والله لا أنا خسرت مسترني على طول أدبلها لك أنا ودي أفهم أنا متأكد إن كلمتنا ممكن ما حد يسمعها زي ما بيجي يشوفون هذه يعرفونها إيه واضح يا أخي بعدين شو الذكاء هذا يا ما أدري ترى واضح تعرف الذكاء الشباب إيه استغفر الله ذكرت يا احمد استغفر الله فين عرفت استغفر الله لا يصدق اي والله صار استغفر الله والله اعطيك وضعيه الثقه اي والله انك صادق يلا مع السلامه بوم احمد رحمك الله محمود على الاعلان هذا هو راح اليوم لا الحين خصم يقول الحين صالح يقطع الدجاج بالسكين ابو خالد خصم لا صالح ذبح الدجاج عيب والله اما قبل السلام جدول كمان لا صدقون يعني يا قالوها حلو السكوت صح عليكم السلام تسألني شلون يعني الخبر شلون عرفت هذه لا تقول لي انت بركه هذه رقالي ما شباب في اجتماع اليوم لساعات المنظمه والله ما نجتمع والله فكر مشرف اجتماع ضروري معلش اجتماع اللي راح ادري انكم مجتمعين خلاص ننزل اجتماع وانت لكن انا احبكم لا القوانين علقها حط اعلان ونشوفه مو بحين اجتماع حط عيان نشوف الساعة كم الإعلان بيوزع عليكم حتى وانت راقد بحطها لك شنو هذا؟ عيب والله أحمد سعود اجتماع الساعة 5 الفجر عيب وزب زيب والله نفس الاجتماع الأول خلاص فاهمين بكرة صدق والله بكرة بعد صلاة الفجر بقول لكم إن شاء الله تشوفوا أحمد خلي اجتماعكم المسجد بعد صلاة الفجر لا ايش رايك؟ فكنا هنا بننام انت بعد صلاه الفجر قد بدا اليوم الجديد عندك احنا باقي في امس باقي ما رقدنا انت صح صدق انت وحمد وش اللي حقين المجلس دراك راقدين ما شاء الله من بدري هو واحنا قاعدين نشيل الهواء الحامة ثقيل الهواء والله يا اخي ثقيل شلت الهواء زي ما سوينا امبارح تعال انا ايه ها ايوه انت تجي حطني قوتك الثاني احمد اوقف لك المهزله دي والله شكلها فهمت كيف فاز احمد سعود بالنقاط انا خصم على الناس كلهم وطلعوا ضعيفين طلعوا الحاله ما خصم على نفسه صح
منطقيا صح؟ اقنعتك الحين ممكن جدا. خاص مع كل الشباب. شوف 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 اسم الشركة. اسم الشركة شفت صرار؟ بلا بايد اقول حاجة بس اني معلش يا شباب هي لقمة وان شاء الله تعدي ما عليك. شباب اقول لكم شيء ما تزعلون. بصراحة احمد تريد بيكمل معك؟ لا 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 دقيقة احمد عادي اعترف عادي احمد اقول شباب تدري ليش هو خذ منظم مرة ثانية؟ لأن كلهم خصم عليكم اللي هو عن نفسه ما خصم. فأكيد نطلع الأول. ليش؟ لأن كيش؟ أنت خصمت من كلهم 70-30. إيه. صح؟ وكلكم 70-30. فخصم عليكم طلع هو ما خصم على نفسه. لا أنا خصمت أحمد سعود تغيب عن كذا وأحمد سعود تغيب عن كذا. يوم كنت تنشد يوم عطوك عليك مليون. وأيضا في فرض غبت عنه. يا أنا أمزح معك يا أخي يا أخي إيش فيك أنت؟ وأيضا أخصم على نفسك يا ساعة 37. أنا كنت شلالك الحين. إيش دخل شلالي في الموضوع؟ احمد من اللي معك انت قوه ثاني ثلاثه مع الليل ثلاثه متنيل على عيني بثلاثه عبد الله قوي وعبد الله يعني غلط واحد من هني تجيني 70 بروحه وغلط واحد من هناك يعني من لا 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 تجيك 30 قصدي متنيل يقول يعني الان الاداره تحاول ان تضغط لا بيقسمونها بين لن تستطيع 15 ولكن لن تستطيع ركب الجمله ولكن بالعكس لن تستطيع افضل ثلاثة اشخاص منظم وقوتين قوتين يعني واحد يغلط من هنا يلحق على صح احسن قوتين يعني نخصم عليك 15% بس ها شوف انت المنظمه المشكله ما فيها اي فائده اذا طلعت ابراهيم ما راح يساعدك لا عبد المجيد بالله ما حسيتوا قلبكم ما يعوركم وانا اتحكى في صح صح لا والله بعد المنشور اللي الباقي كاتبه يقاطعني اذا يضع في ممرات يعطف ولا يقول الحمد لله بس يا سرور تراك ما حطيت حذاك في المكان المخصص فمن تحسن من غيرك يا سرور كلنا سواسية ما بالقانون قانونك مش غلط انا مشكلة شنو يوم طلعنا ذاك اليوم كلهم حطينا علم تذكر كنا في التسجيل حطينا علم شو اسمه في قدام المسجد يعني على الارض يعني مكان الصوت هذا عليه خصم اي لان قانون من المنظم في عهد المنظم طيب صلى على الرسول ما نبهته صلى على الرسول خصمت عليه صح؟ لا ما خصم ما في عليه خصم لو اجل كيف تعلم ها؟ تعلم اي اكتب انه صار كذا بس ما يخصم اقول لك شيء اقول لك شيء لا خصم عليه دقيقه بس اذا كان محمد خليني ابلع لقمتي ولا ابي اهدي الاكل انا بنفس ما اكلت طيب كل بالعافيه بس بقول لك شيء ترى اذا كان شبعان جاي اذا كان انخصم علي دقيقه يا سعد لا اتكلم اذا انخصم علي درجه واحده بسبه هالشيء والله ما اسامحك انا رجلي مكسوره ما يمديني اطلع رجلي الثانيه واحطها فوق الطاوله انت اصلا ولا مره حطيت نعالك على الارض كلها حطها فوق ما منعتك كنت تضرب الباب خلاص صح صادق شك ايش اقول رجلك المكسوره وين هي ايام المسبح وين هي ايام تضرب الباب وشي تفتح باب وين هي ايام مين اللي قاعد العب اطقاق في المسبح وتعارض وقفوا وتقمز ما له دخل اقدر اوزن رجلي ايوه لكن ارفع رجلي فوق والمسجد كيف تحت الباب كتكات كيف جابوا لك شو اسمه من حق من القوة الثانية؟ عبد الله نجيبها عبد الله يقال يا بحشر انتبه بس احمد الله على قوة الثانية سعد دوسري انه عهد زاهر جديد من نظام الحكم لا يتشره ولا يتسلى ولا شيء لا وكان يهددوني وخايفين بتجدد مع النايل سنرى في الأمر. عداني خلي ما يجدد معه. ما تقدى يا كفو. بدون ما نتحداك انت كفو. أصلاً لا تنسى لا تنسى أن النائب قوة الثانية يا كحيلان. لا ينزل قوة الثانية. شو المشكلة في الموضوع؟ أخصم عليك وعليك. أتحداك ما تحط النائب. يا أبو خالد ترى. أنا عارف ترى من هنا. شو بذكرك؟ عبد الله نجيبان أبشر لك أقول لك أنا. جاتك تو. من صراط مستقيم هو باشد طبعا انت ضابطهم لكن في فترات غياب اشغالك تسجيل البرومو هذا خليهم يتصرفوا اثبت ذلك باجتماع هذا اليوم وضعك نائبا ليه؟ قوتك الثانيه شباب دقيقه عندي سؤال شباب سعد فواز بالله عندي سؤال
اللي احمد اللي كتب اني لما احط مدري ايش في الممرات من مكتوب ورا طيب جرأتك هذه وقوتك ليش ما قلتها امس وين جرأتك ليش ما قلتها وين شجاعة المنظم وليش تقول المحزمي مالك شغل في احد صفر بالرز على وجهك ليش امس ليش امس اجابتك ما كانت كذا ليش ها؟ ليش امس ما كانت اجابتك كذا؟ ايه ليش خايف؟ اي اجابة؟ اللي قبل شوي ليش اختلفت من امس الى اليوم؟ تكلم الصفحة قلبت الان عهد جديد ليش ما اجابتك ما صارت زي امس؟ عهد جديد مين يا كابتن؟ ترى اسبوعين لا تحسسنا سنوات خلوني اكل ولا على جنب ويوم طلع وقف وقال كذي الشباب ضدي مدري ايش ما يحبوني ايش الكلمة ذي؟ ايه مدري ليه الحركه شوفوا شوفوا شباب لحظه صالح دقيقه محمد والله العظيم محمد عبد الله صالح لحظه الحين خلينا ناخذ وقت بس اكمل خلني اكمل لقمتي بخير وانت ناقش بعدين براحتنا والله بس خلني اكمل لقمتي لانه والله من امس ما اكلت والله العظيم اهدي اكلي والله انت كلمت بهدي اكلي وبقوم اوه لا تهدى تكفى انت تاكل لا خلي شوي مع الاجتماع اخي بابا بس صدق ابو سعود احمد يا منظم يا حازم ايوه كده امدحني اقول لك عندي طيب لكنك انت الوحيد اللي تحب شخصيتك انا احبه بكل تفاصيله والله انه حبيب بس بعض الحركات زي هذه الحاله قاعد لا هو يقول ما حد يحب شخصيتي ما صب شاف اليوتيوب والردود هلا مبروك مبارك فيك مبروك جاك ولد لا ايه الحمد لله ابشرك سميت عليك كلب السماء والله كلب السماء جهدك كتابين ها كتابين ما تنزلهم سماوة هديه للطفل يعني نجيب يا اخوي ما احنا بحنا الذبايح آه. بيجيب صب من جماعاتنا والذب السعد يا بعد كم اي والله فديت له هياط طلع جماعتهم والعيش صف من جماعه طلع مثلك وشرواك يا ابو اخاك شرواك الطيب لا اموري طيبه سؤال في هياط هناك ما تدعي شيء لازم ما بيعرف عنه تبغى تقول احمد السعود يكمل عشاء ولا لا؟ لا خلوا ياكل يا اخي هلا هلا ياكل سرور السيناريو يلا اكتبوه وسلموه صار على الاجتماع خلاص صيغوا الفكره صار على الاجتماع الحين نادي فواز يا المنشور يعني احمد كما كيف عندكم وينك وين انت موجود هذه المشروع موجود تمشي بعد ناس تمام اتوا شيء 10 هيك هذا غرمول هذا ترى عز خويا يعني اذا ما تدري فتكلم هو قال انه اللي اختار المهندس اربعه فقط يا خويك يا اخي خويك والله استقعد والله العظيم اقوم يخلص ما ارد عليه